تحياتي ليكم كابتن هاني. النهارده معايا حاجه مش من المعتاد ان انا بعملها، انا بتكلم مع اول مره في حياتي مع الاتحاد المصري. دي اول مره انا طول الوقت، انا اسف، انا طول طول الوقت انا بقى ضد الاتحاد المصري جامد جدا وبقول كلام كتير. فالنهارده هيبقى معايا السيد سامي بشير، ولما اقول السيد سامي بشير يعني الرجل الثاني بمعنى الكلمه، الرجل اللي في ايده تحكمات كتيره، الرجل اللي في ايده تصريحات كتيره، لعيبه كتيره، كل اللعيبه محتاجه تسمع من الراجل ده هيقول ايه. لان في حلقه كانت نزلت له بصراحه على موقع جيم مصر، وانا بصراحه ما اتبسطتش يعني، كان في حاجات كتيره كنت لازم اتكلم فيها ما اتبسطتش يعني، في كلام كان لازم يتسال كتير ما كانش موجود، فانا كنت متجنن. فالنهارده اول ما شفته قلت له سيدي الفاضل انت لازم صار معايا. فتعالوا النهارده نرحب بسيدنا الكبير سيد سامي بشير. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن هاني. الحمد لله زي الفل حبيبي، زي الفل. انا عارف ان انت متوجس مني شويه يعني، عشان لا خالص، ان انا خالص من المهاجمين قوي. لا بص يعني الهجوم او النقد ده طول ما هو كان موضوعي ودون خروج عن النص فهو شيء مقبول جدا، لانه ده حاجه ربما توجهني لنقطه ضعف احب ان انا اسمعها عشان اغير منها للصحه يعني. انما طول ما هو في الاطار ده بالعكس يسعدنا جدا ان احنا الناس كلها تهاجمنا، عشان لو في اي سلبيات نحولها لايجابيات يعني. هو احنا هنعتاد يعني، او ده المعتاد من السيد سامي بشير او دكتور سامي، دكتور عادل فهيم، الدبلوماسيه القاتله. بس انا معايا مفيش حاجه اسمها كده، انا هتكلم وهسال اسئله هكسر كل الدبلوماسيات اللي في العالم. دكتورنا العزيز وسيدي الفاضل السيد سامي بشير، انا عايز اسال حضرتك سؤال من البدايه. ايه اللي حصل لنا في اسبانيا؟ اللي حصل لنا في اسبانيا رفض متعنت من السفاره الاسبانيه للفيز بتاعه اللاعبين يعني. رغم ان احنا في الاخر خالص لما ضغط عليهم كتير، احنا رحنا تقدمنا للسفاره يوم 18 اكتوبر قبل السفر بحوالي 15 يوم يعني، في المدة اللي هي المسموح بها قانونا اللي هي 14 يوم. وفي اسكندرية تقدمنا يوم 3 اكتوبر يعني قبلها بحوالي شهر كامل. وفي مراسلات بيني وبين القنصل بتاع اسكندرية وسألته حتى المعدة مش متأخر، فقال لي لا احنا كفاية قوي عشان ناخد الفيز كده. وكانت الدنيا ماشية طبيعي جدا وسلسة جدا ومفيش اي مشاكل في اي حاجة. فوجئنا بانه بتليفون من القنصل بتاع القاهرة بيبلغ دكتور عادل بانه الفيز اترفضت كلها. فطبعا هو صعق يعني، ازاي الفيز تترفض كلها؟ دي بعثة رياضية ورسمية. فقال له ما فيش اي فرصة غير ان انتوا تروحوا يوم كذا تعملوا تظلمات يعني. كانت لسه ساعتها معاد استلام الفيز بتاعه اسكندريه ما جاتش، كان الاستلام يوم 1 نوفمبر وهو ده اللي حصل السنه اللي قبليها، بس روح يوم 1 نوفمبر كانت الفيز جاهزه. تمام، زائد ان الناس اللي اترفضت وقت ما تقدم يعني، بعد ما قدمنا تاني يوم القنصل بعت جواب قال دول هديهم الفيز ودول لا. تمام، فالسنه دي ما حصلش كده، فتوقعنا ان كل الناس مقبوله وان كل بالظبط ما فيش اي مشاكل خالص. فوجئنا برضو بنفس القصة في اسكندرية، صعدنا الموضوع لرئيس الاتحاد الدولي، تدخل وكلم القنصل، في الاخر خالص رفضوا رفض قاطع وبعتوا من وزارة الخارجية الاسبانية استفسار، لانه رئيس الاتحاد الدولي راجل قوي وليه نفوذ في اسبانيا واسباني الجنسية طبعا، فضغط على وزارة الخارجية عشان تعرف له اسباب الرفض ده ايه. انا كنت جاي لك في النقطه دي يعني، انا بصور مع حضرتك النهارده عايز اعرف السبب، لان حضرتك مسؤول فاحنا عايزين نعرف السبب بالظبط. فالراجل قال له بمنتهى الامانه، نسيت اقول لحضرتك حاجه، انه يعني لما هو اتكلم مع القنصل في الاول وقال له انه في بعض الحاجات الماليه مش واضحه او كده، فرئيس الاتحاد الدولي خلى الاتحاد الاسباني يبعت جواب انه متكفل بكافه مصروفات الفريق المصري خلال فترة وجوده في اسبانيا. فاذا القصة دي لو هي بتمثل اي جرس انذار للسفارة فالموضوع انتهى يعني. ففوجئنا بقى بان هم بيقولوا ثلاث اسباب.
السبب الاولاني ان في ناس ما عندهاش حسابات بنوك. السبب الثاني، وده طبعا مش سبب كافي يعني. السبب الثاني ان في بعض الناس من اللي سافروا السنه اللي فاتت بعد ما رجعوا ما جوش للسفاره وقالوا ان هم رجعوا من اسبانيا. السبب الثالث ان في احد الاشخاص تقدم بشكوى وقال ان البعثه دي ملهاش علاقه بكمال الاجسام والناس اللي طالعه دي ملهاش علاقه بالاتحاد وطالعه لاغراض اخرى. مين الاسم؟ مش عارف. حضرتك مسؤول لازم تبقى عارف. انا واثق ان حضرتك عارف. لا انا مش عارف، انا ممكن ابقى متخيل الاسم. ممكن تقول لي التخيل؟ ما اقدرش لان ده ظن، ما اقدرش. ممكن اظلم حد يعني، برغم ان انا داخليا عندي قناعه يقين. عندي يقين بالشخص يعني، لانه يعني راح الوزاره قبل كده. هو محترف؟ نفس الكلام. لا مش محترف. لا بس بالرغم من كل ده انا شايف ان السفاره ملهاش برضو يعني ملهاش علاقه بالموضوع. وبعدين لما السفاره تقول لك كده، كلنا عارفين ان السفارات دي عباره عن اجهزه استخبارات يعني. بالزبط. تمام. فسهل قوي يعرفوا القصه، وخصوصا ان في ناس سافرت قبل كده. انا مثلا فيزتي اترفضت وانا على باسبوري 8 او 9 شنغن فيزا، فهي القصه مش قصه اي حاجه. تمام. او مش قصه ان الناس قالت لا هم مش عايزيننا. ثابت عندك انه انا سافرت كذا مره. باسبور يعني انا مدبس باسبورين في بعض مليانين، فاهم قصدي؟ فالقصه مش قصه لا معاملات ماليه ولا اسباب سفر ولا اي حاجه. استاذ سامي بشير، استاذ سامي بشير، قرار ان هم يرفضوا. انا استاذ سامي بشير، انا هسالك سؤال واضح. هل حد لي يد في ان البعثه المصريه ما تسافرش؟ بكل تاكيد. دوله شقيقه؟ لا 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 لا، موضوع الدوله الشقيقه ده موضوع دبلوماسي. ده كده دبلوماسي، كده دبلوماسي، كده دبلوماسي. لا خالص سيدي الفاضل، بص احنا بنتكلم جوه بلدنا ومحدش ليه عندنا اي حاجه. انا جدا. طيب انت ترضى تبقى عارف دوله معينه اذيتك في الموضوع وتسكت، او تبقى دبلوماسي؟ انا مرضاش. طب انا اقول لك اسم انا اقول لك اسم الدوله اللي اذيتنا وهتعمل اللي انا هقول لك عليه يعني، لا مش اذيتنا ازاي؟ تثبت لي اذيتنا ازاي؟ سيد سامي انت عارف انا بتكلم على مين صح؟ انا عارف انت بتتكلم على مين، بس تثبت لي اذيتنا ازاي؟ يعني انت من وجهه نظرك ان هي الدوله دي ما اذتناش البعثه المصريه؟ ان هي ما فرضتش وتدخلت وحطت سلطات وحطت فلوس وحطت امكانيات انها توقف مصر عشان ما تطلعش، عشان ناس تانية تاخد البطوله؟ لا لا، الكلام ده مش صحيح على الاطلاق، مش صحيح على الاطلاق. سيد سامي كلام صعب جدا يعني، صعب جدا. ما هو عشان حقيقه صعب. لا 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 بالعكس، صعب جدا يحصل. رافائيل سانتانجا موجود، صعب جدا يعني. مش هقول لك بقى عشان اي حاجه غير علاقته بدكتور عادل بعيدا عن الرياضه. ما هي الفكره انت هتقول لي بقى اصله بيتحيزوا في التحكيم مش عارف ايه، هقول لك انا موافق. تمام. يعني التحكيم ممكن يكون فيه مجاملات من رئيس لجنه الحكام، ممكن. تمام. انما الاغلب لما بيبقى رافائيل قاعد لا. اما تحصل الكلام ده، وبعدين الراجل كان بيكلم القنصل وهو معانا على التليفون يعني، مش من ورانا. ولما بعت ميل قال له انا الناس دي ضيوفي، بعته من الايباد بتاعه وهو معانا، وشفنا الميل وهو رايح للسفاره. احنا ادينا له الميل بتاع السفاره وتليفونات السفاره، كلمهم بنفسه. فانا الكلام ده كله كلام عاري من الصحة تماما تماما. ولو كان عندنا شك 1% ان الكلام ده حصل ما كناش هنسكت. طيب انا هسألك السؤال عشان هلف وادور، اصل انا يعني لازم نرجع للنقطة دي عشان هي النقطة دي الاساس. مش اي مشكلة. اللعيبة الموقوفة جوه مصر في عدد معين منهم موقوفين، وكان حصل مشكلة كبيرة جدا مع كابتن محمد كمال، وهو من نفسه توقف كمدرب منتخب، وكان في اقاويل راحه جايه كتير وناس. محمد كمال ما توقفش يعني، هو كان في اللقطه دي موقوف. لا يعني لا، ده تصريح منه شخصيا يعني، ده انا صورت معاه شخصيا. هو صرح بكده، بس الاتحاد ما خدش ضده اي اجراء لسبب بسيط جدا، ان احنا اولا عارفين مين هو محمد كمال، ثانيا عارفين ان هو منحاز للاعب، مش بيتكلم لمصلحه شخصيه يعني. ف يعني مفيش خلاف بينه وبين الاتحاد عميق، لا الخلاف على مصلحة لاعب يعني. فهي دي الموضوع بالظبط يعني. طب دكتور سامي، بالنسبة للعيبة الموقوفين دول طبعا طبعا والله احنا بنبذل قصارى جهدنا،
ويمكن كان محمد كمال راح امبارح قابل رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المشتت، والراجل قال له على لسانه انه حصلت في بعض الحالات انه قدموا التماسات لبعض الرياضيين الموقوفين 4 سنين، يمكن اتكلم قال حالة في السعودية بس مش كمال اجسام، وان العقوبة دي اتخفضت ل4 شهور. فدي حاجة بالنسبة لنا كانت ايجابية جدا، وخصوصا ان هو قال ان الاتحاد الدولي عمل كده، فاحنا جهزنا التماس بالفعل، هو فاضل بس ان احنا نراجعه مع دكتور عادل، انا اللي جهزته ونبعته للاتحاد الدولي عشان نحاول نعمل حاجة زي دي، لانه مش من مصلحتنا ان هم يفضلوا موقفين، وخصوصا ان فيهم خامات كفايه. محمد فوده ما شاء الله، انا لسه جاي لك بفرقه لوحده بالظبط. طب انا يعني هسال حضرتك سؤال، انا محمد فوده، انا دلوقتي عمري في حدود ال 22 سنه، وانا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اول بطوله عملت حاجه والناس تنبأت لي، وفجاه قمت مديني وقف 4 سنين، قلت لي اقعد بقى انت مالكش اي 30 لازمه لمده 4 سنين. المشكله طبعا هو بص، احنا متعاطفين مع محمد فوده ومع كل الناس الموقوفين قلبا وقالبا يعني، والكلام ده ما هوش بالنسبه لنا حاجه كويسه. احنا اتحاد رياضي بيهمنا في المقام الاول ان احنا نعمل انجاز، مش مصلحتنا انه يبقى فيه لعيبه موقوفه اساسا. ما استاذ سامي، حضرتك دلوقتي حضرتك بتقول ثواني بس عشان نمشي حته حته، حضرتك بتقول مش من مصلحتنا ان احنا نبقى واقفين ضد اللعيبه، او مثلا طب انا عايز أنا بطلع السؤال جاي بس في حته عن اي حاجه، في جزء انا مصلحتي ان انا اروح للجرايد واروح لوزاره الشباب والرياضه واقول لهم انا جبت 10 ميداليات، يقولوا الاتحاد ده كويس. بالظبط، حلو جدا، دي مصلحتي طبعا. فما ينفعش ان انا اوقف لعيبه، انا فاهم تمام، بس هل ان لعيب بعد ما توقف جاله وقفه 4 سنين ان هو عشان يروح يشارك في بطوله تانية بدون ذكر اسماء، بطوله تانية اشيع للناس كلها اللي راحوا شاركوا في البطوله دي من الفريق المصري ان الناس دي موقوفه والناس دي هتتوقف سنتين عشان مجرد ان هم خرجوا شاركوا في بطوله تانية مش تابعه لاي اف بي بي. فهو اللعيب ده ما هو موقوف 4 سنين، هتوقفه كمان سنتين، يعني كده انت بتتكلم في 6 سنين وقف. طب اللعيب ده يموت بقى ولا يعمل ايه؟ لا لا لا، احنا بنحاول ننور للاعب طريقه وهو في الاخر صاحب القرار. دي لوائح الاتحاد الدولي، احنا مش بنخترع حاجه، دي لوائح الاتحاد المصري يا فندم. بس حضرتك مصري زيك، انا مع احترامي للوائح، ما انا دلوقتي كشاب 22 سنه حياتي وقفت، طب سيبني ادور في حته تانية على ما يعني موقفي يتحل معاك وبعد كده اسعى. وهو احنا منعناه؟ ما حضرتك ما منعتوش، بس هو سافر. ما هي دلوقتي حصل بعد كده لان العدد كان كبير اللي راح البطوله، فالاتحاد مش هيوقف كل الناس دي. لا ما كانش كبير، انا كنت موجود هناك. اي مصري نجم بالنسبه لي، ده اللي مخليني بزيع، ده اللي مخليني واقف هنا، ده اللي مخليني حتى لو واحد لسه ناشئ انا بجري وراهم. مش مختلفين، انما في الاول وفي الاخر النجوم يعني لما ركزت في الموضوع قررت ان هي ما تسافرش، والناس اللي سافرت نتيجة ان هي عندها يأس شديد، يعني انت ما تقدرش تلومها لان انت شايف وضعها عامل ازاي. حضرتك ما لمتهمش، بس حضرتك قلت لهم انت هتتوقفوا، فانت خوفتهم اكتر. لا انا ما بقولوش هتتوقف، انا بقول له لائحة الاتحاد الدولي بتقول 1 2 3 4 5 6، واللائحة دي بتطبق لو فعلا حد تقدم بشكوى واثبت لي ان هو لعب في البطولة دي، فانت لازم تاخد قرار عشان ما يصدرش ضدك قرار من الاتحاد الدولي للعبة. دي حاجات ما فيهاش مجاملات، فانت بتنور له السكه فقط لا غير. بس يا استاذ سامي، انا دلوقتي موقوف في الاتحاد بتاعك ومش هعرف اعمل انجازات، وانا خامه، انا ما فيش حد اختلف عليا. ما فيش حد اختلف عليه برضه، بس هي المشكله انه انا حذرته، احنا حذرناهم من ناحيه الاختبار بتاع تحاليل المنشطات، احنا حذرناهم. ده هو طالع النسبه بتاعته، احنا بنتكلم على فوده دلوقتي كمثال. فوده نسبته هي اقل من النسبه اللي المفروض ان الاتحاد يوقفوا عليها. هرمون واحد بس، وبعدين الاتحاد مش صاحب قرار في الايقاف، ده رقم واحد. الاتحاد ما بيصدرش قرار ايقاف، الاتحاد بيجي له قرار الايقاف، بيبلغ بقرار الايقاف. اقول لحضرتك على حاجه، دكتور عادل فهيم قوي جدا عشان تبقى فاهم جوه الموضوع ده. انا حاولت مع ناس كتيره جدا ان انا اجيب دكتور عادل فهيم ازنقه في حاجات كتيره عشان ابين ان هو مقصر معاه، الناس كلها بتشكر فيه وبيقولوا الراجل ده قوي جدا في مركزه، فكان بجره قلم اعتقد ان كان يقدر يساعد فوده. لا لا خالص، لو يا باشا لو كان القرار في ايده كان زمانه خده. بص
انت لا تتخيل مثلا كمية المهاترات اللي حصلت ضده، ولا الإساءات اللي حصلت ضده من ناس كتير جدا جدا جدا. دور على الناس دي كلها هتلاقيهم دلوقتي عادي معاه جدا، لأن هو عنده سماحة غير عادية، ده في العادي خالص مع الناس اللي هي مش أساءت له، أجرمت في حقه يعني، ومن دون ذكر أسماء. أنا عارف أبسط مثال يعني كابتن أنور سيف، هل حصل فيه منازعات ومشادات؟ بس أنور سيف في الآخر هو كان بيدور على حق. أنا هقولك لأن أنا كنت أنا متبني الموضوع ده كمان، يعني أنور سيف كان بيدور على حق، اللي كان حقه مهضور جامد جدا في وسط المصريين، وهو كان مصر إن هو يفضل جوه مصر ويلعب باسم مصر، فهو مش شايف إن دكتور عادل فهيم في ظهره. دكتور عادل فهيم اداله كارت الاحتراف وهو ما يستحقهوش، واحنا بنشكر ده يعني دكتور، ده اللي بيثبت لي ان دكتور عادل فهيم بجره قلم ممكن يعمل حاجات كتيره جدا. فان هو اداله كارت احتراف وهو ما يستحقوش ونجمه وطلعه عمان وقعد وعمل كل حاجه ماشي تمام، بس جه في اللحظه سابه وظلمه وهو في وضع المحترفين. هو في وضع المحترفين دي ليها رايح بلد، لوائح دوله، انا غير مسموح ان انا اصرف على لاعب محترف. لوائح الاتحاد المصري لكمال الاجسام ولوائح وزاره الشباب والرياضه بتصرف على اللعيبه الهواه فقط، تمام؟ فيعني اللوجو بتاع بطوله العالم كده اي بي بي وورلد اماتور بادي بيلدينج تشامبيونشيب، فانا بالتالي لان انا تابع لوزاره الشباب والرياضه بتصرف على الهواه فقط، ما ينفعش تصرف على المحترفين. اللي احنا ساعدناه فيه الفيز بتاعه السفارات معموله عن طريقنا، سواء ايطاليا او الولايات المتحده الامريكيه. امريكا ما فيش، ده احنا كنا عاملين حلقه مخصوص ضرب النار، كان وهو معايا في فنلندا. بعتنا جواب للوزير، تمام، بان ده راجل بطل محترف ومصري وكذا كذا كذا، والوزير رد علينا وطلب السي في بتاعته، بعتنا له السي في بتاعته وخد الفيزا في الاخر. استاذ سامي معلش، انما دعم مادي لا نستطيع. استاذ سامي حضرتك عندك كام بطل محترف جوه مصر؟ انت عندك عطيه شعلان، عندك انور سيف في البدايه، بس معلش مع احترامي للقامات، انور سيف الاول، عطيه شعلان واسلام المصري، دول ثلاث افراد مش عارفين نصرف عليهم، ثلاث افراد. بكل اسف اللوائح لا تسمح بالكلام ده. اسلام لسه ما احترفش يا فندم، يتبع الاتحاد. هو اللي عايز ياخد الكارت هياخده، بس هو مش عايز ياخده عشان خاطر هيبقى خارج الدعم ده وهيبقى خارج الاتحاد، فهو برضو يعني فوق في اسلام خامه ما شاء الله، يعني لو دخل في بطوله هياخد كارت الاحتراف مرتاح، بس هو مش عايز لانه عارف اللي هيحصل معاه. فانا يعني احنا دلوقتي عندنا ثلاثه، ما نقدرش نغير اللوائح عشان خاطر ثلاثه، اللي هم الثلاثه اللي عندنا بس، ما عندناش. لا بكل اسف دي حاجه عايزه مجلس شعب، عايزه قانون رياضه. انت بتتكلم في حاجه تشريع لازم يصدر من البرلمان المصري، مش حاجه خاصه بالاتحاد قرار يقدر ياخدها ولا الوزاره قرار يقدر ياخدها. يعني حتى الوزير لا يملك ان هو يقول لك اصرف لمحترف ما لم يسمح بند واضح في القانون بالكلام ده، والبند بتاع القانون لا يسمح بهذا الكلام، وبالتالي حاجه دي لازم لها تشريع يصدر من مجلس الشعب او البرلمان المصري. استاذ سامي قوه الاتحاد المصري عامله ازاي؟ يعني احنا ايه الاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري يقدر يقدم ايه للعيبه؟ يقدر يعمل ايه؟ الاتحاد المصري بيقدم كل اللي يقدر عليه للاعبين من دعم، سواء دعم مادي او دعم معنوي في حدود بادجت معينه. احنا البادجت بتاعتنا 400,000 جنيه في السنه، فانت ما تتخيلش. انا عارف التفاصيل، انا عارف والله العظيم، وعارف الدكتور عادل بيلم الفلوس ازاي وعارف كل حاجه. طب بالرغم من كده في لاعبين حوالي 25 لاعب بياخدوا مرتبات بصفه شهريه، ومدربين بإجمالي بيعدي نص مليون جنيه، فحتى لو حسبتها بالورقة والقلم عدى غير ما انت عندك بقى حاجات تانية، بقى عندك بطولات وعندك هجور ومرتبات وعندك حاجات تانية كلها. استاذ سامي معلش انا عايز اسال حضرتك العادي دلوقتي، مش الاتحاد المصري هو اللي بيسمح ان فروع الجيمات او الجيمات هي تفتح في مصر؟ مش هو المسؤول؟ يعني انا ما ينفعش افتح جيم غير باخد ترخيص منك، فالترخيص ده مش انا بدفع عليه فلوس؟ طب ليه الفلوس بتاعت الترخيص دي ما تتوظفش للثلاثة المحترفين اللي في مصر بس؟ يعني العائد ده يبقى راجع للثلاثه دول؟ ما هو ما ينفعش، ما فيش قانون يقول كده. نحاول نقعد مع وزير الشباب الناس دي لو مشيت ما بقاش عندنا محترفين. ما هو ما انا فاهم، بس الكلام ده يعني لو انت صاحب قرار هتعمل كده فور، او لو انت عندك امكانيات ماديه هتعمل كده فور. ما هو امكانيات ماديه موجوده، لو احنا خدنا بس الفلوس اللي داخله من الماديه من الصالات اللي بتخش بتتصرف فعلا على اللعيبه في صوره مرتبات وحاجات، يعني فاهم اصلا ان الدعم الاساسي ما بيكفيش كل الحاجات دي، فهي اوريدي بتتوجه للاعبين بس اللاعبين الهواه،
المحترفين دول عايزين تشريع خاص، يعني حتى احنا ممكن نبعت مقترح لوزارة الشباب والرياضة، بس ده هيتطلب ان هو يعدل قانون الرياضة لو ما كانش فيه بند واضح وصريح لهذا الموضوع ويشرع في مجلس الشعب. هو لو بالنسبة لنا احنا كان القرار خدناه الصبح. استاذ سامي، انا هتنقل لسؤال تاني معلش، بس انت يعني هتديني ساعة صدرك. لا مش اي مشكلة خالص، انا معاك بالصبح حبيبي. الله يكرمك، انا مبسوط عشان تبقى فاهم، انا مبسوط جدا باللي بيحصل ده. كويس جدا، كويس جدا. هل الاتحاد المصري ليه موائمات او موالسة مع الكويت، مع خاصة السيد بدر بوداي؟ لا خالص، احنا الحمد لله ما فيش اي علاقة بتربطنا غير علاقة العمل في الاوقات الرسمية فقط. واحنا وجودنا مثلا او وجودي انا بصفة خاصة في بطولة مستر اولمبيا كان كحكم دولي رايح احكم او اشتغل في بطولة، بغض النظر عن ان انا مدير الاتحاد المصري. دكتور عادل رايح بصفته الدولية ان هو من الاتحاد الدولي، هو المنسق بتاع بطولة مستر اولمبيا عشان هو رئيس الاتحاد العربي وبتقام على ارض عربية. فيما عدا ذلك الكلام بقى يقعد يكتر ويزيد، وبدر عمل ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل الكلام ده لا اساس لهم. بس انت عارف ان بدر بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات كتير عشان توقفنا كمصريين. لا ما اعتقدش بدر اساسا، هو ده مش اتهام، هو دي حقيقة باختلاف لعيبه كتيره جدا ذكروا حقائق. بدر كان بياخد لعيبه مصريين من 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 مصر. عارف ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان ما عندوش خامات في بلده. بغض النظر، لا انا اسف، لا دي نعتز بيها بقى معلش، يعني دي نرجع نرجع بس للنقطه دي، لان بص اللي اتعمل في كمال الاجسام ال 13 بطوله عالم دول الحمد لله ما فيش حد هيعملهم تاني. تمام، فاحنا عندنا من غير الاعتزاز عندنا تاريخ تقيل، يعني هيبقى صعب جدا على اي حد في الدنيا يعمل كده تانية، على اي اتحاد رياضي في العالم، اي لعبة في العالم. فانما بيحاول يعرقل مسيرة الاتحاد المصري، ده موضوع صعب جدا 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 ومستحيل كمان. يا استاذ سامي مستحيل، يا استاذ سامي مستحيل والله فعلا. طبعا الكلام ده اصله، ابص اصله الكلام سهل جدا، ده في يعني الواحد بيسمع كلام، انا بقعد اسمع كلام غريب جدا. يعني انا مثلا مسميني ان انا كاتم الاسرار، الصندوق الاسود بتاع عادل فهيم. هو انت فعلا كده؟ ما هو في ايه بقى، ايه هو الصندوق الاسود ده؟ احنا عندنا 400,000 جنيه اساسا بيتصرف اكتر. ايوه لا، ما هو انت عندك 400,000 جنيه بس، عندك الدخل اللي داخل من من الصالات الجيمات، ده دخل يخض اصلا. لا ولا يخض ولا حاجه، ما هي الميزانيات. تعالى بص عليه، انت عارف لما جالي كابتن طاهر وكان معاه ناس وجم يصوروا في الاتحاد، كانوش يعرفوا ان في لعيبه بتاخد مرتبات شهريه. لا انا عارف، خدتهم الحسابات وفتحت لهم الورق، قلت لهم صور فيديو. اي ماشي، هو شاف حاجه، هو شاف حاجه ما كانش عارف عنها فتوهم، لكن انا بالنسبه لي انا عارف ان في لعيبه بتتقاضى اجر. وانا اتكلمت مع ابسط مثال احمد الهيتي، اتكلمت معاه قلت له احمد الهيتي انت ليه كتبت بطل للبيع، ليه كتبت حاجه زي كده؟ قال لي انا مش لاقي، انا ما باخدش. وبعدين قالوا في الحلقه مع حضرتك ان انا باخد 9000 جنيه في الشهر. انا باخد 9000 جنيه في الشهر كان زماني بقيت بطل عالم. والله ده الكلام اللي كان ذكر، ده الكلام اللي ذكر على صفحه جيم مصر، ان في لعيبه بتتقاضى اجر 9000 جنيه شهريا. انا كده عشان كده تعمدت ان انا اطلع له استماره الصرف عشان يشوف الرقم الحقيقي بياخده. بياخد 2500 جنيه ان هو يستحق هذا الرقم، مش عشان احنا بنجبي عليه ولا حاجه. وخد المكافاه العاديه بتاعته بتاع بطوله اول العالم اللي هي 150,000 جنيه قبل خصم الضرايب اللي هي 10%. انما ما بياخدش 9000 جنيه، ده غير صحيح. وانا خليت طاهر يصور الحاجات دي كلها، تحط له الارقام، تعالى شوف الميزانيات اهي بتاعه الاتحاد، عشان يبقى الدنيا مكشوفه. احنا ما عندناش حاجه نخبيها، فبالتالي ما عنديش اي مشكلة. هو ما عندكش حاجه تخبيها، بس عندك طرق ان انت تقدر تجيب منها فلوس، بس انت ممكن تكون مش عايز او رافض، او انت مبسوط بالوضع. بالعكس، احنا بنحاول وفي طرق كتير ان شاء الله. استاذ سامي، احنا عندنا مثلا، طب انت تعرف ان احنا هنستضيف بطوله بين ويدر دايموند كاب؟ انا سمعت دي رومرز اللي هو اشاعات، بس انا ما اعرفش هل ده. لا مش اشاعات، ان شاء الله يعني خلال اسبوعين باذن الله، وهيتحدد التاريخ بتاعها مع رئيس الاتحاد.
وان شاء الله غير بطوله احنا كبيره جدا للفيزيك. الاتحاد المصري، الاتحاد المصري معاه فلوس يقدر يغطي بطوله بالحجم ده؟ بطوله ايه؟ لا انه يجيب وده المصري، لا 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 خالص، احنا بنجيب سبونسر هو اللي بيتحمل البطوله. بس سامي، طب السبونسر لا يستطيع، لا يستطيع ان هو يعمل بطوله بهذا الحجم. ليه؟ جميل، لان انت انا موافق، انا موافق، بس ثواني بس معليك دلوقتي. 20 الف دولار يعني كم الف جنيه؟ اضرب في 20 دلوقتي، فرقم حلو يعني. طيب فانا عايز اسال، يعني اكبر من ميزانيه الاتحاد؟ ماشي، انا مش ما اختلفتش مع حضرتك. انا عندي ثلاث شركات رئيسيين دلوقتي للمحمول، هو انا ما اقدرش اخد شركه منهم واقول لهم دلوقتي انتوا هتبقوا الراعي الرسمي للثلاث لعيبه مثلا المحترفين او ثلاث لعيبه؟ خلينا نتكلم بصراحه، يعني لعبه كمال اجسام ما هياش من الالعاب المحببه قوي عند ما هم اهم يا فندم، سبونسرز ورايا اهم اهم هم البطوله دي اتعملت. البطوله دي انا اسمع تكلفتها دلوقتي داخله في 2 مليون جنيه. داخله تكلفتها في 2 مليون جنيه، بس اسمع برضو الارقام اللي دافعها السبونسرز لاحمد علي، واخد بالك؟ يعني اسمع الناحيتين، مثلا هو صرف 2 مليون جنيه، قول له السبونسرز دافعين كام. انما احنا عندنا فرصه، وهو ده اللي بخلينا هنركز بقى اكتر في الفتره دي، انه الفيزيك الكونسبت بتاعها مختلف. اولا الناس متجهة بقوة جدا، بقوة شديدة على لعبة الفيزيك. يعني يمكن النهاردة احنا واقفين دلوقتي يعني كمال الأجسام أقل من النص 200 والتانيين 400 أقل، يعني فهم؟ هي دي بقت النسبة الطبيعية للفيزيك. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لا، عشان خاطر محدش معاه فلوس يصرف على البادي بيلدينج. لا مش شرط. لا لا أنا عارف أقول إيه، أنا لاعب وعارف. ربما ربما. لا لا انا واثق من اللي انا بقوله. ربما، بس هم اللي بيحب كمال الاجسام ما بيبطلش كمال الاجسام. اللي معاه فلوس اللي معاه فلوس هيستمر، اللي معاهوش فلوس هيموت. في واحد النهارده بقول له يا ابني انت جسمك كويس، حتى وريته الكابتن محمد كمال، بقول له يا ابني انت جسمك فيزيك خالص، انت العب فيزيك بس نزل كتافك ودراعاتك شويه والعب فيزيك. يعني مش عايز انا العب كمال الاجسام. فهي قصه مش قصه فلوس بعدين. فعلا والله والله قصه فلوس، بدليل ان اللعيبه المحترفين بتشتكي. ما هو محترف خلاص، هو عنده حجم عضلي، عنده اسم، عنده كل حاجه، بس ما عندوش السيوله الماديه اللي تخليه يكمل مشواره. هي اللعبه يعني هترجع للفلوس. بكل اسف لا لا هنا نقدر ندعمه ولا بره بيدعموا المحترفين، عشان تبقى فاهم. بس بيوفروا له سبونسرز. الاتحاد اي اف بي بي بيساند اللعيبه المحترفين، بيروح يقول للسبونسر خد ده عينه عندك واديله. والاتحادات بتعمل كده؟ لا لا فندم معلش، لا 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 يا فندم معلش، بيعمل كده غير لما يبقى شايف استفاده من اللي هو بيعمله. انما انا بتكلم الكونسبت بتاع الرياضه يعني عموما. انا اسف لحضرتك، هو انا اسلام يوسف، اسلام المصري مثلا، اسلام المصري ده لما يبقى متاخد له سبونسر واعلاناته تبقى الواد شكله امريكاني اصلا، يعني فاهمني؟ بالبوني تيل اللي هو عاملها بعضلاته وبشكله، الواد شكله جامد جدا يعني. ده لو اتاخد هيتعمل هيعمل اعلانات يكسر الدنيا. ليه الاتحاد ما يزقش السبونسرات عليه؟ ليه ما يوجههمش على ليه ما يجهوش على انور سيف؟ عشان اولا طول ما قاعد بص هنا ما حدش هيعمل الفكر اللي ما هو هي انت يا سيدي يعمل لعب في كمال الاجسام. انما هنا انما ممكن تبتدي انك تشتغل على المجال ده في لعبه الفيزيك. كمال الاجسام صدقني يعني احنا كده هنتهضم خلاص، احنا كده بنروح. ما لعب لما نيجي نعمل بطوله، عمرنا ما بنعمل بطوله للفيزيك بس، احنا معظم بطولاتنا حتى البطولات التنشيطيه كلها كمال اجسام، وبنعمل بطوله واحده او اتنين للفيزيك في السيزون يعني. تمام، وهي دي البطوله اللي انا بقول لك عليها، في بطوله قويه جدا ان شاء الله بنخطط لها في النص الثاني من سنه 2017، ان هي هتبقى حاجه يعني الدنيا كلها هتتشرف بيها. منين الفلوس؟ الاتحاد هتبقى تحت رعايه الاتحاد ان شاء الله. منين الفلوس؟ الاتحاد معاه 400,000 هيعمل بطوله بالحجم ده؟ لا لا مش هنصرف عليها ولا نكلم من الاتحاد. طب ما احنا ممكن نقدر نصرف على اللعيبه يا كوتش. مش احنا نقدر نصرف على اللعيبه كده طالما مين اللي هيلعب البطوله دي؟ ما هو لعيب عشان ياخدوا جوائز ماليه. ما هو اللعيب عاملين كده صح؟ سيدي الفاضل كلامك مظبوط. سيدي الفاضل اللعيب هيصرف على نفسه عشان يبقى مؤهل للبطوله. تمام، وهياخد جائزه ماليه. ثواني بس يا فندم، هم ثلاثه بس اللي هياخدوا جائزه ماليه، لكن المليون اللي هيتقدموا هم ثلاثه بس اللي هياخدوا جائزه ماليه. مليون ايه؟ يعني لو انا هيتقدم مليون واحد عشان يشارك في البطوله دي لانها بالحجم ده، فهيجي النهارده بطوله. تمام، لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الفيزيك عنده 400 وفي البادي بيلدينج عنده 200. تمام،
فده رقم مهول، ده رقم انا ما شفتوش بره الرقم ده مبدئيا، يعني في كل البطولات اللي انا دخلتها انا ما شفتش حاجه بالحجم ده. ولسه قايل احمد علي انا خايف بصراحه يعني، ولسه كنت بتكلم مع طاقم الحكام قلت لهم الله يعينكم ان انتوا هتشتغلوا 12 ساعه بتحكموا على 400 فرد غير ال 200 فرد التانيين، فالله يعين. المحليه اساسا بتاع تحت 17 سنه بيبقى فيها 300 لاعب يعني، احنا عندنا يعني. طيب حضرتك هتعمل بطوله بالحجم ده، الفلوس جايه منين؟ الفلوس جايه من السبونسرز، وان شاء الله باذن الله اللعيبه تاخد ارقام كويسه وتبقى بطوله متميزه ان شاء الله باذن الله. اقول لك على حاجه انا هقول لحضرتك على فكره، ما تديش اللاعب فلوس، اديله راحه نفسيه، اديله السبلمنتس، اديله التمرين، اديله الدعم اللي هو اي حاجه يحتاجها، ما تديلوش فلوس. معنى قول لي لاحمد علي مثلا بودي بيلدينج هاوس، ادي الراجل ده سبلمنتس وانا هتدخل مع الحكومه اشيل لك ضرايب، اعمل عارف الاتحاد يقدر يعمل كتير. احنا قدمنا المقترحات دي من اكتر من سنتين، قصص بتاعت احنا اقترحنا، احنا بلدنا دكتور عادل، بلدنا رقده، احنا محتاجين نزق جامد. بص دكتور عادل اساسا تقدم من قبل خالد عبد العزيز، قبل المهندس خالد عبد العزيز تقدم باقتراح انه يبقى في اداره خاصه اسمها تنميه الموارد في الوزاره، هي اللي بتعمل ماركتنج لكل الاتحادات الرياضيه، وطالب ساعتها الوزير، انا لا اتذكر كان مين الوزير، ان هو يقعد بما انه بيحضر اجتماعات مجلس الوزراء، ان هو يطالب الحكومه ان هي تدي بنفت معينه للناس اللي هي هتشارك في البول الكبيره دي عشان تصرف على الاتحادات اللي هي ضعيفه كلها. مش هيصرف على اتحاد الكره لان اتحاد الكره مش ناقص فلوس، بس هو يعني فالفكره دي من يعني مش عايز اقول لك من 6-7 سنين من قبل الثوره، وهي كانت مطروحه بس للاسف ما اتنفذتش. ابتدي احنا نشتغل في القصه دي بس على الفيزيك، مش الدنيا مش هتبوم جامد قوي في الاول يعني، بس هتبقى افضل من زمان. ابتدي نشتغل عليها بقوه شويه وناخد كمال الاجسام معاه عشان نقدر نسبورت ونكمل بكمال الاجسام، خصوصا ان ده هيبقى الطريق الوحيد المتاح، لانه في فكر ان احنا نبقى زي اوروبا، ان الاتحاد يتصرف ويصرف على نفسه. هو على فكره الاتحاد دلوقتي قائما بكل رجاله الافاضل يقدروا يعملوا اللي بجد، انا مستعد اضم للفريق وسوحوني بس على الشركات. يلا باشا انا موافق، وانا هعمل يعني انا هجيب فلوس من يعني اوفيشال بصفه رسميه، اي سبونسر تجيبه وليك. انا مش عايز فلوس، انا عايز اللعيبه يبقى معايا. هيبقى ليك 25% تبرع بيها. انا مش عايز، انا مش عايز. ما انا بقول لك اهو هيبقى ليك ليه، ده بيزنس. لا مش عايز. انا هجيب سبونسر ازاي؟ بيزنس. انا هجيب السبونسر مش عشان خاطر البيزنس، انا هجيب السبونسر عشان اللعيب لواحد زي فودا ان ده يقدر يرفع علم مصر بالمرتاح في اولمبيا، وهو عمره 26 سنه 27 سنه هياخد اولمبيا كمان. مش يعني لما فودا هياخدها، هو محترف في اللقطه دي، بس اسمه مصري في الاخر، مش زي اللي بيحصل مع رامي. يعني رامي انت راضي عن اللي حصل مع رامي السنه دي، ان هو يطلع على مسرح اولمبيا ويكتب رامي من الكويت؟ ينفع؟ ظلم. لا مالناش دعوه بالظلم فنيا، مالناش دعوه بالظلم، بس انا اقول لحضرتك ان هو طالع رامي البلد الكويت، البلد مش مصر. الاتحاد مش زي ما يتكلمش في حته زي دي. والله بص رامي هو اللي بيسجل نفسه هناك. لا مش رامي. لا مين؟ طب رامي ليه طلع في ارنولد بمصر؟ هو في حد رامي طلع بارنولد بمصر؟ في حد عارف مش عارف ان رامي من مصر حتى في الاتحاد الدولي؟ ايوه بس انا لما يطلع يترفع علم بلدي ما يترفعش علم الكويت. انا ما شفتش قصه علم الكويت دي. لا يا فندم انا بعت لك، انا بعت لك اللقطه القصه دي، انا بعت لك اللقطه، انا سمعت القصه دي من غير ما تبعتها لي، ما هي حقيقه مش بس انا سمعتها يعني. طبعا شيء مؤسف جدا. اتخذت اي اجراء؟ لا اتخذ اجراء ليه؟ ليه؟ عشان ده رقم واحد دلوقتي جوه العالم. هقول لك ليه ده رقم واحد جوه. لا ثواني، لا هو لا اللي بيسجل نفسه. لا مش هو. لا لا انا معذره يا فندم مش هو. انا هقول لحضرتك على حاجه تخلط بين انه رامي استباعي شخص مصري وبني ادم كلنا بنحبه ونقتره وبنقدره وانه لاعب فز جدا، وبين ان انا كاتحاد مصري اقدر اعمل معاه ايه يعني. لا انا اللي اقدر اعمله ان انا مثلا اقدر اعمله مع رامي حاجه زي ان احنا نبعت له بالحاجه اللي هو اخدها في مستر اولمبيا، وبنطلب تكريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح. بس طبعا طبعا احنا بعتنا بالفعل جواب عشان نطلب التكريم، ده اللي نقدر نعمله له، انما ما اقدرش اقول له او احاكمه ان هو. ما قلتش تحاكمه، انا عايز اوصل لنقطه بس حضرتك مش سايبني اروح لها. انا هقول لها. طب مين هقول لك دلوقتي
احنا عندنا الاهرامات، انت ترضى ان يتقال ان اسرائيل اللي بنت الهرم؟ لا طبعا. ليه الكويت بنت رامي؟ رامي رامي ابننا احنا، رامي جاب انجازه بجيناتنا احنا، رامي مصري، ليه اتحط اسم الكويت؟ بالك اتحط اسم الكويت، هو المفروض بيسجل بباسبوره المصري، المفروض ان هو يحطه جنسيته. ما هو رامي ما عندوش باسبور كويتي، لان الكويت ما بتمنحش جنسيات. انا ما اعرفش اتكتب كده ازاي، وانا ما اعرفش هو اساسا وهو كان هناك، هو راجل بيعتز بمصريته جدا، سمح بكده ازاي؟ هو ممكن رامي يكونش يعرف حاجه زي كده، فالمفروض ان دكتور عادل فهيم على الاقل يكلم رافائيل ويتاكد منه، يقول له هو ازاي ده حصل. انا مش فاكر كانت بطوله ايه دي، انا اساسا ما اعرفش. اولمبيا، اولمبيا بتاعت ايه؟ بتاعت امريكا، يو اس، اخر واحد اللي في امريكا، داخل على المسرح رامي السباعي وعلم الكويت. انا شفتها بصراحه ما كنتش مصدق، انا كنت بسعي الحفله دي ساعتها لايف، فانا يعني بجد انا كنت في حاله انهياريه يعني، مش مصدق نفسي يعني، لان هو طلع بعديها على طول خد بطوله اسبانيا عند ارنولد كلاسيك، واقف مع ارنولد وعلم مصر محطوط بس، شكرا الحمد لله. خدت انت بقى الفلوس ليك، عملت بيها اي حاجه، المهم انا علم بلدي طلع. الفلوس دي حقه وتعبه بالظبط يعني، العلم المفروض طبعا كان يبقى علم مصر المفروض طبعا. دكتور سامي حاول تعمل حاجه في الموضوع ده، وعلى الاقل نسال، لان رامي رايح لاولمبيا كتير، ورامي السنه دي في قالان عليه انه يبتدي ينافس بقوه شديده. بس وهرجع اقول لك، انت بتقول ليه الكويت هي اللي بنت رامي ولا عملت؟ لا هي ما حصلش كده، ما انا بقول لك هو يعني رامي بني نفسه بنفسه. ما انا فاهم رامي يعني بحكم ظروفه العائليه موجود هناك، فهي القصه مش قصه ان هو عشان ظروفه موجود هناك يبقى هي يعني الكويت هي الـ انا ما قلتش كده، لا انا ما قلتش، انا مصور حلقه مع رامي، ورامي قال ما حدش ساعدني في الكويت خالص، ولدرجه ان رامي باع عفش بيته وباع صيغه مراته عشان يبقى رامي في يوم من الايام، فما حدش اداله حاجه يعني. بس ليه يتحط في الاخر؟ ليه يتنسب مجهود بني ادم وشخص لدوله تانية وهو اصلا المفروض دولتنا احنا يعني؟ المفروض ان الاتحاد يتدخل في حاجه زي كده عشان ما تحصلش تاني، على الاقل جواب رسمي يا جماعه ما يحصلش تاني. اه طبعا ده اكيد، واحنا اظن احنا الدكتور عادل فهيم بالقوه انه يقدر يعمل حاجه زي كده. اه ده طبعا دي حاجه بالنسبه له حاجه سهله جدا، واكيد هنتحقق من الامر وهنشوف يعني. واكيد لو محتاج ابعت لك الفيديو. واكيد رامي مش هيسمح بالقصه دي تاني، ورامي شخصيا بغض النظر عن تدخل الاتحاد، بس ان شاء الله مش هيحصل تاني. طب واللعيبه الموقوفين هنعمل معاهم ايه؟ والله بنحاول نعمل التماس، انا زي ما قلت لك في اول التسجيل ان احنا نقلص العقوبة، وهنضغط بكل قوتنا على الاتحاد الدولي، وده اللي هي الورد انتي دوبينج ايجنسي او الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عشان تقلص العقوبة، لانها بصراحة عنيفة جدا يعني، فترة طويلة جدا، كان الزمان سنتين، وبعدين بتيجي بعد سنة تلتين المدة تقدم التماس يشيلوا بقية العقوبة. دلوقتي قلص يعني، غلظوها، خلوها في الاول 2014 ثلاث سنين، 2015 خلوها 4 سنين، بعد كده مش عارف هيخلوها اعدام ولا ايه بالظبط يعني. المشكله بقت قويه جدا، فان شاء الله نعمل انه الالتماس ده هذه المره يعني يعمل حاجه للشباب الصغير ده. طبعا احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر نساعدهم، وربنا يكتب لهم ويكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. استاذ سامي، في سؤالين مطروحين دلوقتي، دول هيبقوا ختام الحلقه معانا. السؤال الاول، هل السيد دكتور عادل فهيم هيكمل مشواره كرئيس الاتحاد المصري، ولا خلاص هيسيب بعد المده بتاعته دي؟ والله هو لغايه دلوقتي ان هو بيقول بعد ما تحدد الانتخابات ان هو هيسيب الاتحاد المصري. مين يصلح ما يكون مكان عادل فهيم؟ ما فيش حد. طب احنا بنغرق؟ لا مش بنغرق. امال مين هيحل مكانه؟ هو لغايه دلوقتي ما فيش حد، انما ده اعتقد انه هو يعني طالما يعني ربنا يديله الصحه وطولة العمر، وطالما ان هو عايش حي يرزق، يبقى مفيش حد يصلح مكانه ان هو يبقى رئيس الاتحاد. تمام، بس هو قال انا مش عايز اكمل المشوار، وطبعا واللجنه العموميه هتتعقد وهيقولوا له لا احنا بنرفض استقالتك، وهتحصل نفس اللي حصل في 2016 هيتكرر تاني. بس المره دي هو واخد قرار انا مش عايز، انا شايفها المره دي قوي. اه بس هو عموما في كل الاحوال بغض النظر عن قراره، حتى لو خد القرار ده وجي رئيس اتحاد تاني، هو موجود في مجلس الاداره بصفته الدوليه نائب رئيس اتحاد دولي، فليه مكان في مجلس الاداره. وهو طول ما هو في اتحاد كمال الاجسام ايا كان رئيس الاتحاد، الدنيا هتمشي مشوره. طبعا الدنيا هتمشي في اتجاه اللي كان ممشيها فيه على طول. هل سامي بشير يقدر يرأس الكرسي ده؟ لا تماما، لا
هل اي شاب من لاعبي كمال الاجسام على فكره بالمناسبه الدكتور عادل، وقلت له لا لا يصلح، مفيش حد يقدر يملى المكان ده. وصحيح ما هو هيمشي، هيمشي، ما هو هيمشي، هو هيمشي. فاحنا يعني نفترض ان دلوقتي تعال نقسمها على المقياس الاكبر، السيد الرئيس الجمهوريه السيسي هيمشي، مين يصلح مكانه؟ ما احنا لازم، لانه لو مش الدنيا هتغرق، فاحنا لازم نعرف من دلوقتي، لازم نرشح، لازم نبتدي نحط اسامي. والله هو في اسامي مطروحه زي الاستاذ احمد عبد الرازق، احمد الشامي اللي هو نائب رئيس الاتحاد حاليا، محبوب جامد لانه راجل لطيف يعني. يعني انا ما شفتوش وما اعرفش عنه اي حاجه، بس انا كل ما اتكلم مع حد الراجل ده بلسم، هم بيقولوا كده. راجل جميل، ووالده الله يرحمه كان من مؤسسين كمال الاجسام ومؤسسين الاتحاد في القاهره، الحاج سيد الشامي رحمه الله عليه، ومن هو صغير كده موجود في كمال الاجسام، فبيحب كمال الاجسام بالفطره. حد يقدر من الـ من الـ من الشباب يمسك الكرسي ده زي انور سيف مثلا؟ يقدر يمسك الكرسي ده لغايه دلوقتي؟ صعب جدا، صعب جدا. الموضوع محتاج وقت وخبره جامدين جدا يعني. ربما يكون استاذ احمد الشامي عشان بقاله 8 سنين اهو النائب رئيس مجلس اداره، فقريب من المواضيع شويه، ومحتك بالاتحاد ومشاكله واحتياجاته ومتطلباته، فعنده البيز او الاساس اللي هو ممكن ينطلق منه برضه في وجود دكتور عادل فهيم. انما بالنسبه لاي لاعب ما خدش اي تجربه على المستوى الاداري هتبقى قصه بالنسبه له صعبه جدا جدا جدا، وبالذات في الاتحاد المصري كمان. كنت انا عملت حاجه صغيره كده، ما اعرفش ممكن يكون الاتحاد حبيبها كارهها ايا كان، انا كنت اقترحت شويه اسماء. احنا ما بنكرهش حد، انا لا لا يعني محبذين الفكرة او ضدها، مش شرط تبقى كره بمعنى كلمة الكره يعني، بس ممكن يكونوا رافضين للفكرة. ان انا طرحت لما دكتور عادل فهيم في 2016 قال انه مش هيكمل المسيرة وعايز يتنحى عن الموضوع، فانا طرحت اسماء. طب يا جماعة مين مننا، مين من اللعيبة؟ اطرح اسم محمد كمال، اطرح اسم محمد احمد الورداني، اطرح اسم استاذ الشيمي، واطرح اسم مدير الأكاديمية البحرية في اسكندرية، أنا مش مجمع الاسم حاليا يعني. فهم الأربع أسماء دول موجودين، هل تشوف أي واحد من الأربعة دول يصلح للكرسي؟ بعيدا عن دكتور عادل بكمية العلاقات والحجم ويل 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 ويل، إحنا عايزين شاب يمسك الكرسي ده عشان يحرك الدايرة أسرع. تفتكر حد من الأربعة دول يقدر يملك الكرسي ده؟ أعتقد أنه الأستاذ أحمد شاني هو هيبقى أنسب واحد للمكان ده إن شاء الله بإذن الله. وأنت هتكون في دعمه؟ طبعا بكل أكيد يعني. هو بص على يعني، هي مقولة قالها الدكتور عادل، قال بغض النظر عن أي شيء، أنا بنيت، حاسس إن أنا بنيت معبد كبير، وعمري ما أسمح لأن أي حد يتدخل ويهد المعبد ده، فده خير الكلام ما قل ودل يعني. إحنا كده وصلنا لمرحلة أنا عن نفسي راضي عن كمية الأسئلة اللي أنا سألتها، وبصراحة أنا ما كنتش واثق إن أنا هاخد ردود بالشكل ده. إحنا كنا متفقين إن هما الناس دول دبلوماسيين جدا لدرجة غير طبيعية، بس أنا طرقت ببان جامدة جدا ودخلت وذكرت أسامي وذكرت دول، مش عشان إن إحنا أعداء لحد، بس أنا عندي يعني مصر عندي أهم من أمي وأبويا، أنا آسف يعني، أنا يعني مع احترامي للأم والأب، بس مصر هي الأساس. مش كلام على فكرة، مش بقول، مش ببيع ومش بعمل أي حاجة، بس هو ده إحساسي بدليل إن أنتوا بتشوفوني في كل المحافل الدولية. أنا بسافر على حسابي، محدش بيديني مليم، أنا بروح أغطي البطولات دي كلها، محدش بيقف جنبي، الاتحاد ما بيدينيش أي حاجة، محدش بيديني أي حاجة، بس الفكرة إن أنا بروح عشان خاطر يبقى إن إحنا موجودين هناك، إن إحنا متشافين، إن إحنا لعبتنا بتتشاف. فأنا مبسوط جدا باللقاء مع أستاذ سامي بشير، و حابب ان اللقاء ده يتشاف على مستوى كبير من قطاع الناس، لان احنا ذكرنا اسامي كتيره جدا، فانا حابب الناس تشوف عشان تعرف الفكر المسيطر دلوقتي جوه الاتحاد بيفكر ازاي، وشايف الناس ازاي، وشايف هو يقدر يساعدهم ازاي. واعتقد ان احنا قلنا بعض الافكار الجديده اللي هتبتدي تطرح، ان الناس تكمل والناس تعمل مشوار، والناس الموقوفه بشرة خير قالوا انها هيحصل. يا رب ان شاء الله باذن الله. احنا واخدنا وعد، ربنا يسهل كل. بص احنا يا ريت احنا استخدموا الدكتور عادل فهيم قبل ما يمشي، استخدموه بجد فعلا. انا عارف انا بقول استخدموا قبل ما يمشي وبعد ما يمشي يعني، لا بس وهو في المنصب استخدمه عشان بره ما ينفعش اي حد تاني يعني. بالزبط. فان شاء الله بره وجوه يعني، فان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تكون فاهمني، يا رب تكون فاهمني ومش مش شايفني ولو كان من الاعداء ولو لا بالعكس، ولو كان ده
الهجوم اللي بتقول عليه فده يبقى هجوم جميل جدا، لانه كان في الاطار اللي قلت لك عليه في الاول، فالحمد لله. وعايزك كل فتره كده تعمل هجوم زياده عشان لو عندنا غلطات تنور لنا ونصلحها. اكيد ان شاء الله. انا بفتخر بسعه صدرك ومبسوط ان قامه زيك بتتكلم بالاسلوب ده. انا ممكن اكون شاب بالنسبه لك، صغير جدا، وفرق العمر طبعا من الاحترام ده شيء واجب، بس الفكره ان انا قلبي على وعيل عنده 22 سنه. انا اسف، هي كلمه عيل فعلا، فودة عيل 22 سنه بس، حاجه ممكن لو دخلت في الهرم تهده، فليه اوقف قدام حلمه؟ لا ان شاء الله ماشي، نوقف قدام حلمه وان شاء الله نقدر نحقق له حلمه بان احنا نخلص له فتره العقوبة بالذكر عشان ما ننساش. هو جلال هو وكل ال 15 وجلال بالظبط يعني. عشان ما ان هم برده محطوطين في نفس الموقف كلهم بالزبط. يعني يمكن بس عشان كابتن فودة وكابتن جلال ان هم يعني بقوا معروفين قوي، معروفين جدا، نستغل ان هم ما نستغلهم. هم بقى نجوم قبل ما يبقوا بالزبط. نجوم يعني بالزبط. فان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير ويكتب لهم اللي فيه الخير. انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده، متشكر جدا جدا جدا. كان معاكم كابتن هاني في ضيافه السيد سيد سامي بشير، ودي ما بتحصلش كتير، بس هتحصل بعد كده بعد اللقاء ده اعتقد. ان شاء الله تحصل كتير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، وبنحبكم، بنحترمكم جدا، وبنحترم المشاهدين، وعشان كده عملنا لقاءات قويه من الاسلوب ده. السلام عليكم.